بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء السادس من مقرر مهارات الاتصال. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى هنتحدث عن مهارتي السؤال والقراءة. أرجو أن يكون الصوت، أتمنى يكون الصوت واضح لحضراتكم، ولا في إشكالية؟ الو، طيب. نبدا على طريقه الله في عناصر المحاضره اللي هي موجوده امامنا الان. هنتكلم فيها على مفهوم مهاره السؤال، واهميه مهاره السؤال، ووظائف مهاره السؤال، وانواع الاسئله، وخطوات توجيه الاسئله، ثم بعد ذلك نتحدث عن مهاره القراءه. اول حاجه مهاره السؤال. ايه اللي يجيب بالنا عن مهارة السؤال؟ السؤال طبعا ممكن نيجي نفكر دايما في ذهننا، السؤال هو طلب الحصول على معلومة. انا بسأل، عايز اعرف ازاي اتوجه لطريق، بسأل على سؤال في محاضرة، بسأل في سؤال في نطاق الاسرة، بسأل في التفاوض الاجتماعي، في التفاوض السياسي. فبمنتهى الاختصار السؤال هو وسيلة للحصول على معلومة. كنا احنا اتكلمنا قبل كده لو نتذكر في ترتيب المهارات، لما قلنا انه اول مهاره مهاره التحدث، احنا نتكلم للناس ونعرض الكلام اللي عندنا. المهاره الثانيه هي مهاره الاستماع، نحن نسمع للكلام اللي بيتقال لنا. المهاره الثالثه هي مهاره طرح السؤال. كثير من الناس، حتى الطلاب اللي عندنا، نيجي واحنا في محاضره ما بفهمش منه ايه هو السؤال اللي عايز يقوله، بيقعد يلف ويدور حول معنى معين. فهنا السؤال بمنتهى البساطه هي وسيله اتصاليه بين شخصين، هدفها الاساسي الحصول على معلومة. ده بمنتهى الاختصار او منتهى الايجاز لهذا المفهوم. هنا ايه هي اهمية مهارة السؤال؟ واحنا بنعمل او بنطرح الاسئلة ليه؟ ايه السبب؟ بنطرح الاسئلة او بنطرحها في اي مجال؟ بنطرحها في مجال اجتماعي، في الاسرة، في داخل محيط الاسرة بتاعتنا مع الاب والام، الزوج والزوجة الى اخره. ايضا في مجال السياسي، في مجال التفاوض السياسي، في مجال العقد الاتفاقيات وحل النزاعات والمشاكل. ايضا في المجال التعليمي، لما يكون الاستاذ بيطرح سؤال على الطلبة او الطلبة بتطرح سؤال على الاستاذ، فده مجال تعليمي. كذلك في المجال الاداري، لما تكون تروح تعمل مقابلة، في مقابلة في التوظيف، او مثلا في مؤتمر، او في مثلا صفقة تجارية بيتم عقدها، فايضا ده يستخدم في المجال الاداري. كذلك في المجال الاعلامي، في مجال مثلا الحوار الصحفي او الحديث الصحفي، لما بيكون مثلا في مقابلة صحفية تلفزيونية، او مقابلة صحفية، او حديث صحفي مطبوع، او الى اخره، فده في المجال الاعلامي ايضا. يبقى احنا عندنا مجموعة من المجالات التي تستخدم من خلالها مهارة السؤال. طب ايه هي، احنا ليه بنطرح السؤال؟ ما هي وظائف السؤال؟ ليه نسأل السؤال؟ من ضمن الاسئلة او من ضمن الوظائف اللي هي وظائف مهارة السؤال، وظيفة الاستدلال والتمهيد. لما نيجي دايما احنا في حياتنا كده بنكون في نطاق محيط الاسرة، نقول ايه، اخبارك ايه، طمنا عنك، ازاي صحتك، شلونك، فدي بنسميه ايه، وظيفة الاستدلال والتطمين. ايضا حد يقدر يديني امثله؟ انا عايز امثله من حضراتكم لوظيفه الاستدلال والتمهيد. امثله في الواقع اللي احنا بنعيشه، بتشوفوا حاجات كده، ان زي شلونك، اخبارك، ايه الامثله من هذا القبيل يعني. ممتاز، كيف الصحة؟ ايه الأخبار؟ طمنا عنك. دي كلها ايه؟ أسئلة. دي اللي احنا بنطلق عليها وظيفة الاستدلال والتمهيد. مثال آخر يا أستاذ زكريا. ممتاز. لا خلي بالك، احنا انا لسه يا ساره بتكلم على فكره ايه، بتكلم على السؤال الاولاني
او الوظيفة الاولانية هو وظيفة الاستبدال والتمهيد، اللي احنا بقى ايه لما يطلع طلبة كده اخبط يا شباب حيث عامل ايه، لكن الرسل بقى هدخل بقى في المستوى في المادة، فهي بقى يسميه بقى سؤال بقى ايه سؤال الاستبطاع والتدفق، ان انا بقى اشوف ما وقيت ايه الاسئلة اللي احنا شرحناها من الفترة الماضية. الصوت فيه تشويش. كده صوت كويس وفي تشويش حاجه. الصوت واضح كده ولا في تشويش؟ طيب فده اللي احنا كنا بنطرحه، يا ما اعرفش اللي كان طرح السؤال الاستاذه ساره. الاستاذه ساره لما هي بتقول انه النهارده المعلم بيسال السؤال للتلميذ عشان يتاكد في الماده، لا ده ندخل على الوظيفه الثانيه بقى، هي وظيفه الاستطلاع والتذكر، ان انا اقول يا جماعه يا شباب انتوا فاكرين احنا سالنا المحاضره الماضيه لما جانا في مقابله علميه مثلا، اسال او مقابله في التوظيف اسال الشخص اللي انا بعمل معاه مقابله على حاجات في تخصصه، فده بنسميه الاستطلاع والتذكر. السؤال في الوظيفه الثالثه وظيفه الطمانينه والتهدئه، يعني اقول انت مبسوط انت قلقان، لا اهدى شويه ما تخافش، فدي بنسميه وظيفه الطمانينه والتهدئه. كذلك وظيفه التوجيه، ان انا اقول له انت النهارده رحت المحاضره وحضرت او حضرت المحاضره وعرفت اللي حصل فيها، فبوجهه لحاجه معينه. كذلك وظيفه التحدي والنفي والانكار الى اخره، فدي مجموعه من الوظائف اللي انا حددتها لحضراتكم في الشريحه اللي امام حضراتكم، هي دي فقط لا غير الوظائف المطلوبه منكم، وظيفه الاستدلال والاستطلاع والطمانينه والتوجيه والتحدي والنفي والتاكيد والانكار والاستنكار، دي بنسميها وظائف مهاره السؤال. نيجي نتكلم بعد كده بقى على نقطه مهمه للغايه جدا 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 على انواع الاسئله. عندنا في انواع الاسئله عندنا نوعين من الانواع، انواع الاسئله وفقا للهدف الخاص بالسؤال، وانواع الاسئله وفقا لشكل السؤال، يعني طريقه كتابه السؤال، يعني طريقه تقديم السؤال. انواع الاسئله وفقا للهدف، عندنا الاسئله الاستهلاليه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، الاسئله اللي بتستخدم في تهدئه الشخص، في الطمانه، في ان انا اعرف على صحته واخبار صحته ايه، دي بنسميها الاسئله الاستهلاليه التي تصاغ في بدايه الحوار بتاعي. ده النوع الاولاني من انواع الاسئله وفقا للهدف بالضبط اللي انا دايما استخدمه في بدايه الحديث. النوع الثاني الاسئله الرئيسيه بقى، لما انا بقى اكلمه في حاجة تتعلق بالمقابلة، حاجة تتعلق بمجال تخصصه، حاجة في تتعلق في مجال المجال اللي انا لو انا مثلا بدرس لطلاب في مجال المحاضرة اللي انا بسأله فيها، يبقى دي بنسميه الأسئلة الرئيسية. الأسئلة الثانوية هي أسئلة أقل أو هي أسئلة بيتم، خلي بالكوا بقى، بيتم استنباطها من الأسئلة الرئيسية، بمعنى أو بيتم استنباطها من إجابات الشخص. لما أجي أقول مثلا بسأل وليكن بعمل مقابلة مع مدرب نادي ما، وليكن مثلا مدرب نادي الهلال وليكن، فباجي أسأله والله أقول له إيه ما رأيك في أبرز الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها لتدعيم النادي النصر خلال الفترة الشتوية القادمة؟ فيقول والله إحنا تم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المتميزين من أبرزهم حارس المرمى كذا. فأقول له طب أنت هل ترى إنه حراسة المرمى فيها عجز أو فيها مشكلة كانت تستدعي إن إحنا نتعاقد مع حارس مرمى؟ يبقى أنا هنا عملت إيه؟ استنبطت سؤال فرعي من إجابة الشخص المتحدث. ده بنسميه إيه؟ الأسئلة الثانوية التي يتم اشتقاقها من الإجابات الشخص المتحدث وفق على الأسئلة الرئيسية. ده الأسئلة إيه؟ الأسئلة الثانوية. النوع الثالث أو النوع الرابع هو الأسئلة بقى إيه بقى؟ الأسئلة المحايدة، والنوع الخامس الأسئلة الإيحائية. الأسئلة الإيحائية هي أسئلة بتوجه الشخص اللي أنا
بطرح عليه السؤال لإجابة معينة. يعني أقول له مثلا: ألا تعتقد إن الأشخاص المشجعي نادي الهلال هم أكثر سعادة وفرحا نتيجة لفوز فريقهم بالدوري؟ هيقول: أه طبعا سعداء. يعني إيه المفترض الإجابة المنطقية على كده؟ هيقول: أه طبعا أنا سعيد. فده بنسميه سؤال إيحائي. اما السؤال اللي المحايد، السؤال المحايد ان انا ما اوجهلوش، اقول له مثلا: ما رايك في المشاعر التي تكون متضاربه بين مختلف الفرق او مدى مختلف الجماهير؟ يبقى هنا ايه؟ بطرح له سؤال ما بوجهلوش انه الاشخاص السعداء دول هم سعداء نتيجه لفوز الدوري. او مثلا اقول له مثلا: ما رايك او ما الاسباب التي ترى ان سعاده جمهور نادي الهلال؟ هل بفوزهم بالدوري؟ هل بتعاقدهم مع الصفقات الجديده؟ هل بتدعيم لبني ايه؟ هل بكل العوامل؟ فانا بطرح سؤال بمفترض ان هو بستقرئ منه مجموعه من الاجابات، زي ما ايمان بتقول سؤال مفتوح، انا عايز منه ايه؟ اجابات كثيره جدا جدا جدا. فده بنسميه ايه؟ السؤال المحايد. مش معنى ذلك يا ايمان ان السؤال المفتوح ده، ان السؤال المغلق دايما ايحائي، لا، انا ممكن اشرح سؤال مغلق قد يكون يديني سؤالي محايد. يعني مثلا اقول له: عدد الاسباب التي ادت الى سعاده جمهور النادي الهلال، 1 2 3، فانت تسميه برضه سؤال محايد وهكذا. يبقى احنا بنقول ان احنا عندنا في الاسئله وفقا الى الشكل، انا وفقا الى الهدف، فعندنا الاسئله الاستهلاليه، وعندنا الاسئله الرئيسيه، وعندنا الاسئله الثانويه، وعندنا الاسئله المحايده، وعندنا الاسئله الايحائيه. طب وفقا الى الشكل بقى، شكل كتابه الاسئله، فعندنا الاسئله المفتوحه اللي هي بتعطي للشخص حريه ان هو يجاوب على السؤال كيفما يشاء. عدد ابرز العوامل التي ادت الى سعاده جمهور الهلال، عدد ابرز العوامل التي ادت الى سوء التحكيم في الدوري السعودي، عدد. يبقى هنا سؤال ايه؟ بنسميه سؤال مفتوح بالضبط، او اذكر، او ناقش، او اطرح، او فسر. دي كلها بنطلق عليها ايه؟ السؤال المفتوح. السؤال المغلق بقى هو السؤال اللي بيحتمل يا اما نعم ام لا، زي السؤال او خيارات، واقول لك اختار منهم الاجابه الصحيحه، زي الاختبار اللي حضراتكم بتجاوب عليه في نهايه السنه. يبقى انا مهم جدا يا اساتذه اكون عارف التصنيف بتاع كل نوع، الاسئله وفقا للهدف شكلها ايه والمقصود بكل نوع، وفقا للشكل انواعها ايه والمقصود بكل نوع. واضحه النقطه دي ولا محتاجه ان انا اشرحها مره ثانيه؟ طيب نيجي بقى نيجي للنقطة الثانية بقى، خطوات توجيه الأسئلة. أنا عندي زي ما الشريحة اللي ظهر أمام حضراتكم عندي 3 خطوات لتوجيه الأسئلة. الخطوة الأولى خطوة الاستعداد، أنا لسه هبدأ بحدد وبحضر وأشوف هعمل إيه. الخطوة الثانية خطوة الطرح، إن أنا طلعت على المنصة وهبدأ أتكلم. الخطوة الثالثة خطوة الاستماع للإجابة. الله، ده خطوة الاستماع ديت بتشبهني بمهارة الاستماع، وخطوة الطرح هي مهارة التحدث، وخطوة الاستعداد المرحلة ما قبل مهارة التحدث. نفس الفكرة في مهارة السؤال، استعداد ثم طرح ثم استماع للإجابة. طب في الاستعداد ده أنا عايز مؤتمر صحفي، أو أنا مثلا بغطي، أو أنا مثلا مراسل لصحيفة ما ورايحة تعمل لقاء بعد نهاية مباراة معينة، يبقى أنا لازم أبقى في الأول أبقى محدد إيه هدفي، إيه الأسئلة اللي أنا أسألها، مين الاشخاص اللي انا اسالهم، اكتب الاسئله اللي انا افكر واصيغ الاسئله، ما بسيبش الموضوع ارتجالي، حتى مش شرط اصيغها ان انا اقراها من ورقه، بس اكون حامل الاعتباراتي او عامل استعداداتي. بمعنى ايه؟ دايما احنا نعلم الكلام ده للطلبه عندنا، نقول له انت بتعمل مثلا، انت احنا بعتناك مراسل هتروح تغطي مباراه كره قدم بين فريقين ما، هتعمل خيارين، والفريق ده مثلا في نهائي بطوله وليكن كاس خادم الحرمين الشريفين، او مثلا كاس امم اسيا، او الى اخره. تطرح السؤال لو على نادي معين، لو هو فاز ايه الاسئله اللي بتكون محدده، ولو هو انهزم ايه الاسئله اللي هتطرحها. لازم تكون محدد بعض الافكار عشان ما تختلفش، مش تبقى انت طالع في مؤتمر صحفي مش تبقى عارف هتقول ايه، او انت تطلع تروح تقابل بعد المباراه طب انت مش عارف تقول ايه. يبقى لازم نعمل ايه؟ اكون محدد الهدف من الاسئله انا عايز اسال ايه، اكون محدد الشخص اللي انا اساله، مين الاشخاص اللي انا اساله، افكر. فلما اجي احدد الشخص يبقى معنى ذلك ان انا اكون محدد مجموعه من الاسئله اللي هي اكثر من سؤال، لان في اسئله تتلائم مع مدرب، في اسئله تتلائم مع نادي، في اسئله تتلائم مع جمهور. يبقى انا اكون محدد
الاشخاص اللي انا هسالهم. يبقى انا محدد، وليكن انا بعد ضغطت انه خلاص كل محدد لي مثلا 20 سؤال، في خمس اسئله للجمهور، وفي خمس اسئله للاعبين، وفي خمس اسئله للاداريين، وفي خمس اسئله للجهاز الفني والاداري داخل. يبقى انا هنا بحدد الاشخاص المسؤولين، ثم ابدا اصيغ السؤال دي، افكر لما اجي اطرح السؤال اطرحه ازاي. ده في المرحله الاولى، مرحله الاستعداد، مرحله ما قبل المواجهه. اجي في المرحلة الثانية، وهي مرحلة طرح السؤال. مرحلة طرح السؤال هنا مهم، دي مرحلة يتم فيها لازم لما اجي اتكلم مع الناس اركز في حاجتين مهمين جدا، او اركز في اربع حاجات. ان انا اتجنب العصبية والتوتر، ما اكونش اعلان، لان توتري هيضيع مني الافكار اللي انا ممكن استنبطها او اللي انا استنتجها اثناء طرح السؤال. دي المرحلة الاولى، هي مرحلة والعنصر الاولاني هو عنصر تجنب العصبيه والتوتر. العنصر الثاني السيطره على الخجل، ان انا ما اتكسفش، ان انا ما اكونش قلقان، ان انا ما اكونش خايف. ده العنصر الثاني. العنصر الثالث ان انا اختار التوقيت المناسب، مش يكون مثلا هو لسه عمال بيجاوب على السؤال وراح طرح السؤال الثاني، يبقى لازم اختار التوقيت المناسب. العنصر الرابع ان انا اتجنب الافراط في طرح الاسئله، اطرح سؤال واحد مركز. لو انا مثلا في مؤتمر وخصص لي سؤال واحد، احدد اهم سؤال عندي واكون مركز مع الناس اللي راحت الاسئله الثانيه عشان ما اكررش نفس الاسئله بتاعتهم، ويكون السؤال مركز ودقيق. الخطوه الثالثه بقى هي خطوه الاستماع الى الاجابه. عندي في خطوه الاستماع من الاجابه عندي في مجموعه من العناصر بقى. ايه هي الحاجات اللي بتحصل؟ في واحد ممكن يرفض يجاوب على السؤال، ده بيحصل، لو جه سؤال ما بيجاوبش. في واحد يتهرب من الإجابة على السؤال، وفي واحد يجيب إجابة خاطئة أو كاذبة، وفي واحد يعمل إيه؟ يراوغ، يجيب على السؤال بسؤال آخر، يروح مغير السؤال لصيغة تانية خالص. يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا دي الخطوات الثلاثة لعملية طرح الأسئلة: خطوة الاستعداد، خطوة الاستماع، خطوة طرح الأسئلة، ثم خطوة الاستماع. في نهاية المحاضرة دي بإذن الله تعالى هينفعل تكليف على مهارة السؤال والقراءة بإذن الله تعالى. بنهاية المحاضرة هيكون في كويز على مهارة السؤال والقراءة. نيجي بقى في في المهارة الثانية، وهي مهارة القراءة. معلش يمكن أنا بحاول بقدر الإمكان أمشي بسرعة عشان أدي فرصة شوية في التكليفات، وأدي فرصة للمراجعة في نهاية الفصل يعني. فيمكن أنا يعني بحاول أنا أسرع شوية في المنهج. نيجي بقى للسؤال الثاني أو للمهارة الثانية، هي مهارة القراءة. عندي كتب كثيرة وعندي موضوعات كثيرة وعايز أذاكر بس مش عارف أذاكر إزاي. نيجي بقى على مهارة القراءة، هي بقى أول حاجة، إيه هو الأول مفهوم مهارة القراءة؟ نفس الكلام كنا بنقول، مهارة السؤال هو مسألة وطلب الحصول على معلومة وطرح السؤال بهدف الحصول على معلومة أو طلب الحصول على المعلومة. هنا مهارة القراءة هو الوصول للمعلومة من خلال قراءة نص، سواء كان نص مكتوب، سواء كان نص مرسوم رسومات، سواء كان نص منشور في وسيلة إلكترونية، سواء كان نص مكتوب في صحافة ورقية، سواء كان نص موجود في شريط الأخبار داخل التلفزيون إلى آخره. هو الوصول إلى معلومة عن طريق قراءة نص مكتوب. إيه هي مجالات القراءة؟ نفس الكلام لما كنا بنتكلم في مجالات السؤال، نفس الوضع هنا مجالات القراءة. يعني أنا بستخدم مهارة القراءة في إيه؟ بستخدمها في قراءة المذكرات الدراسية بتاعتي، بستخدم ان انا اقرا، بثقف نفسي، بستخدم ان انا بسلي نفسي. ازاي هنعرف بقى؟ هنعرف بعد كده، هنعرف في الجزء اللي جاي بقى ايه اللي هي مستويات القراءه. دي نقطه برضه مهمه جدا. فاحنا المجالات هي العامه في بنستخدمها في عمل اعلامي، بنستخدمها في التثقيف، بنستخدمها في الترتيب، بنستخدمها في الاداره، بنستخدمها في قراءه النصوص التجاريه، بنستخدمها في قراءه النصوص السياسيه الى اخره. دي المجالات اللي بتستخدم فيها مهاره القراءه. طب ما هي اشكالها؟ ما هي مستوياتها؟ ما هي انواعها؟ انواع مهارة القراءة عندنا ثلاث انواع برضو نخلي بالنا منهم: قراءة المسح السريعة، وقراءة الفحص العميقة، وقراءة الاسترجاع. قراءة المسح السريعة لما اكون راح اقرا صحيفة، دي بنسميها قراءة المسح السريعة، اعرف الموضوعات والاخبار دي مسح سريع. او لو انا بقرا، رحت معرض الكتاب كده وبشوف ايه، بشوف الكتاب ده بيتكلم عليه فاقرا فهرس الكتاب، فده بنسميه قراءة المسح السريعة.
اعرف ان الكتاب ده خلاصه الموضوع ده بتكلم عليه. المستوى الثاني او النوع الثاني من انواع القراءه قراءه الفحص العميقه، ان انا عايز بقى افهم الكلام ده بيتعمل ازاي او الكلام ده مكتوب ازاي. فده بيستخدم ايه؟ قالوا بيستخدم في قراءه النصوص التجاريه والاداريه. انا في النصوص التجاريه والاداريه لو انا شغال مثلا في مستشار اداري او مستشار قانوني مش هقرا كده سالي نفسي، لا ده انا لازم اقرا بند بند داخل العقد اللي انا بقراه. يبقى هنا قراءه النصوص الاداريه والتجاريه، كذلك في قراءه الكتب الثقافيه والروايات. انا محتاج ان انا اكون عارف الروايه دي بتتكلم عليه واكون مستمتع ومركز معايا من بدايتها لنهايتها، بسميها قراءه الفحص العميقه لان انا بقرا الكتاب من بدايته لنهايته. النوع الثالث ايضا من ضمن قراءه الفحص العميقه اللي هي قراءه الـ الكتب الثقافيه والنصوص الاداريه، دول النوعين الثانيين. النوع الثالث بقى اللي هي قراءه الاسترجاع اللي بتستخدم في قراءه المقررات الدراسيه. يبقى هنا لو جالي سؤال بيقول لي قراءه الاسترجاع تستخدم في قراءه الصحف والمطبوعات، صح ولا غلط يا اساتذه؟ غلط، لأن قراءة الاسترجاع بتستخدم في قراءة المقررات الدراسية. لو جالي سؤال يقول قراءة المسح السريع من أشكالها الصحف ولا الكتب الثقافية ولا المقررات الدراسية؟ أنا سامعكم بتقولوا صحيح المسح السريع الصحف، ممتاز. لو جالي سؤال قراءة الفحص العميقة، هل قراءة الكتب الثقافية ولا الصحف ولا المقررات؟ ممتاز، اللي هي الكتب الثقافية والروايات المطولة وهكذا. يبقى هنا ايه؟ يبقى انا عارف سواء جالي صح وخطأ، سواء جالي اختيار، او لو قال لي سؤال ما هي عدد مستويات القراءة، او من ضمن مستويات القراءة المسح السريع، الفحص العميقة، القراءة الجهرية، ألف وباء معا، يبقى قراءة المسح السريع وقراءة الفحص العميقة. نيجي بعد كده نتكلم على، طيب انا عشان اقرا واكون مركز محتاج اعمل ايه بقى؟ اول حاجه اوفر البيئه المناسبه. خلي بالنا في نقطه مهمه جدا شويه في فكره البيئه المناسبه دي. هي مفترض في حاجتين في البيئه، اوفر البيئه الماديه اللي انا بشتغل عليها وتوفير البيئه النفسيه. بمعنى لازم 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 لازم، شفت عمال اكرر لازم قد ايه؟ وانت مجرد او حضرتك او حضرتك لما تيجي تدخلي اوضه المكتب وتذاكري تتخلصي من كل الظروف النفسيه والمشتتات النفسيه اللي مسيطره عليك. الانسان دايما بيحصل له حاله من بيسموها فكره الصراع والتحمل، انه دايما شاغل باله بنقاط فرعيه كثيره جدا. مثلا عايز اذاكر، طب انا محتاج اعمل كوبايه شاي عشان اركز كويس. طب جيت عملت كوبايه الشاي او عملت النسكافيه او عملت اللاتيه او عملت اي مشروب انا عايز اشربه، وجيت قعدت، طب انا بس في اتصال عايز اكلم فيه زميلي في العمل لما حصل فيه مشكله، فبس اوضح له النقطه دي، طب اخلص عشان ابقى مركز، جيت تدخل في النقطه دي تطلع من الموضوع ده، طب انا بس محتاج ان انا اقوم يعني اغسل وشي شويه كده واشوف، تطلع تقوم، طب انا محتاج ان انا بس اريح ظهري شويه كده عشان خاطر، فتكتشف ان انت دايما شتتت نفسك بحاجات فرعيه كثيره جدا جدا من غير ما انت تبدا في الموضوع. مهم جو اهيد على طول، انت عايز تذاكر انت حتى لو اي حاجه انت عايز تعملها، تفصل موبايلك، تدخل جوه الاوضه، تفصل اي حاجه. لازم اخطر حاجه في المذاكره هي اهم ساعه او اهم نص ساعه بالذات. لو انت يعني ضغطت على نفسك وخصصت اول ساعه بالذات وعازل عن نفسك كل المشتتات النفسيه، المخ بيهيئ نفسه، الخلايا بتاعت المخ كلها بتهيئ ان انا فعلا في مرحله مذاكره ومرحله استعداد، فتلاقي نفسك الامور الافكار بقت بتتسلسل وتلاقي نفسك تركيزك ماشي كويس. اجي بعد ساعه ونص افكر ان اعمل حاجه ثانيه بقى، ان انا اقوم اعمل لي شاي، اعمل لي نسكافيه، او اعمل لي عشان اغير ادي راحه للخلايا وارجع مره ثانيه. كنا احدد دايما وقت ليا ان انا 10 دقائق عشان ابدا الراحه البريك وارجع تاني مباشره، مجرد في المره الثانيه نفس اللي انا عملته في المره الاولى، اعزل نفسي عن اي مثيرات. واخطر حاجه اخطر حاجه ان انا اجي اذاكر يكون الجوال بتاعي مفتوح جنبي وكمان يكون قدام عيني، مفترض لانه في ظاهره يعني احنا درستها في احد البحوث بتاعتي، ظاهره اسمها الفومو، فومو الخوف من الفقد. انا دايما شاغل بالي ان انا عايز اشوف ايه في تويتر، ايه اللي حصل فيه، يمكن يكون في حد بعت لي رساله، انا عايز اشوف الواتس اب يمكن حد بعت لي رساله مهمه جدا جدا وانا لازم اطلع عليها دلوقتي. ففكره الخوف من الفقد دايما الانسان مسيطر عليه، فكره الخوف من الفقد اللي هو الفوبيا، فوبيا ان انا عايز اشوف ايه الجديد، ايه اللي حصل، ايه اللي الناس بعتت، ايه لا يكون في حد بعت حاجه مهمه،
فده وده بيشتتك على الهدف. انا هدفي الان اذاكر، هدفي الان ان انا اصل لمعلومه، فلازم اتخلص من المشتتات النفسيه اللي هي تكون موجوده في البيئه. اكون المستوى البصري بتاعي وانا بقرا يكون كويس، يكون قاعد على المكتب يكون مريح، يكون دار الكرسي كويس، ان انا اكون محدد بعد كده التركيز والتفاهم، ان انا اكون ايه مركز الحاجات بتاعتي. نيجي بقى نتكلم على الكلام اللي احنا كنا شرحناه سبقناه يعني في الجزء السابق. طب ايه اسباب ضعف التركيز؟ ضعف الدافع، ان انا قاعد مش عايز اذاكر، فبالتالي قاعد عمال اضيع الكلام كله في كلام تافه، اعمل شاي اعمل معرفش ايه، ضعف الدافع. الحاجه الثانيه صعوبه الفهم الكلام اللي انا عمال اقراه مش فاهمه، فده برضو حائق بيسبب في عدم التركيز او عدم التفاهم الكلام المكتوب. الحاجه الاخيره شرود الذهن، السرحان، قاعد بقى عمال ايه افتكر المشكله اللي حصلت، اللي الحاجه السيئه اللي حصلت النهارده، فشرود الذهن واللامبالاه. ايه بقى خطوات تنميه مهاره القراءه؟ اخر حاجه بقى، اول حاجه ابدا لو انا بقرا كتاب ثقافي او بقرا كتاب محاضره، اول حاجه دايما نقولها للطلبه حدد، لو انت بتقرا كتاب ثقافي اقرا الفهرس بتاع الكتاب. طب لو انا بقرا محاضره بتاعتي وانا عايز اذاكر المحاضره، اول حاجه تعملها او تعمليها مهمه جدا النقطه دي، حدد العناصر بتاعه المحاضره. يعمل حاجه اسمها العرض الكلي، تقرا الموضوع كله كامله، القراءه السريعه، مش مطلوب منك انت تفهمه، مش مطلوب منك تذاكره، مش مطلوب منك تسمع، فقط لغير عينك تمر على الكلام كله من اوله لاخره. فاعمل ايه وانا بقرا؟ دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بعد ما قراته كامله اعمل ايه بقى؟ ابدا احدد العناصر. والله انا في الموضوع الاولاني كان في عنصر كذا ثم عنصر كذا ثم عنصر كذا ثم عنصر كذا، بدات احدد المرحله الثانيه ايه؟ تحديد العناصر. المرحله الثالثه اعيد قراءه المره ثانيه. طب العنصر ده ايه الكلام اللي اتقال تحته؟ اتقال 1 2 3 4، ابدا اسجل. العنصر ده ايه اللي اتقال تحته؟ اتقال 1 2 3 4، ابدا اسجل. العنصر ده ايه اللي اتقال تحته؟ ابدا اسجل، وهكذا. يبقى ده لو انا بقرا في كتابه المحاضرات او كتابه المقرر بتاعي. يبقى في خطوات تنميه مهاره القراءه، لو انا بقرا كتاب ثقافي وليكن نوع اي كتاب عادي، فبقرا فهرس الكتاب عشان اعرف الموضوع، اقرا المقدمه عشان اعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه والابرز النقاط اللي اتقال عليه. مش شرط في الكتاب ان انا اقرا من فهرس لفهرس، ترى انا بتكلم في كتاب عام، لو قصه لازم طبعا اقراها بالتسلسل. لا، ممكن في فهرس في فصل معين في نقطه مهمه او انت حاجه حابب تقراها تدخل عليها مباشره. مش برضه من ضمن مهاره القراءه ان انا لا تعيد قراءه الفقره اكثر من مره، لان قراءه الفقره اكثر من مره هتضيع منك الفكره العامه، لكن انا ممكن اذاكر اقرا الفقره بس مره واحده واقوم اقرا اللي بعدها عشان الفكره ده انها متسلسله. عايز افهم تاني مش فاهم، ما فهمتش حاجه اعيد من اول وجديد، لكن ما اعيدش قراءه الفقره ايه اكثر من مره، لانه هيضيع مني الفكره العامه بتاعه الموضوع او بتاعه الدرس اللي انا بدرسه، وهكذا. كده يبقى انا خلصت مهاره السؤال ومهارة القراءة. أفعل لحضراتكم بقى تكليف، أشوف حضراتكم كده كنتوا مركزين معايا ولا مش مركزين. في حد يا أستاذ الأول عنده أي استفسار أو تساؤل على الكلام اللي أنا شرحته النهارده؟ سواء في مهارة القراءة أو مهارة الكتابة أو مهارة السؤال. اتفضلي لا لا لا، مش شرط احفظها مثلا، لا مش شرط، ليس شرط. انا زي يلا هفعل حضراتكم التكليف طيب خلصوا خلص يا استاذ، لما يخلص العشر دقايق هبدا اقول لحضراتكم الاسئله وهقولها صوتيا. يعني الان التكليف ظهر امام حضراتكم، اتفضلي معاك يا سامي، معاك ما انا كده لسه معاك، اتفضلي. احنا بس نخلص تكليف وهكون هنجمع الاسئله بعدها، اي استفسار او اسئله هيكون بعد التكليف بس عشان نسيب زميلكم يركزوا بس.
نبدأ على بركة الله يا أستاذة. احنا كنا السؤال الأولاني اللي طرحناه في الكويز وده كان سؤال خدعة عشان أشوفكم مركزين في الكلام اللي قبل كده ولا لأ. ما المقصود بالقدرة على أداء اللازمة لأداء السلوك ما وقت الحاجة؟ طبعا الأول أقول من الإجابات الإجابة على التكليف ده، الإجابة على التكليف ده أحمد بجابر وعنده إجابتين خطأ. دارين يبدو إنها ما جاوبتش على التكليف خالص، وصالح عنده اجابتين خطا ايضا. نيجي السؤال الاولاني اللي هو بيتكلم على هقول السؤال. ما المقصود بالقدره على القدره اللازمه لاداء سلوك معين بكفاءه تامه وقت الحاجه؟ طبعا ده مفهوم المهاره بشكل عام. انا ما قلتش القدره على قراءه نص ولا القدره على طرح الحصول على معلومه، انا القدره على اداء سلوك ما. فسلوك ما هو مفهوم المهارة. السؤال الثاني، ما المجالات التي تستخدم في مهارة السؤال؟ ايه الحاجات اللي بنستخدم فيها مهارة السؤال؟ هل في الحياة العامة؟ هل في التفاوض الإداري في التعليم؟ هل في جميع ما ذكر؟ الإجابة الصحيحة جميع ما ذكر. السؤال الثالث يقول تحديد الهدف من السؤال، هل هو في مرحلة الاستعداد؟ هل هو في مرحلة طرح السؤال؟ هل في مرحلة الاستماع للإجابة؟ طبعا في مرحلة الاستعداد، أنا بحدد أنا عايز أقول إيه في المرحلة الأولى، أنا لسه بحضر. السؤال الثالث، السؤال الرابع، الأسئلة التي تهدف الى تهيئة المناخ. انا لسه عايز اخليه هيئ نفسه للمناقشة، تشير الى الاسئلة الاستهلالية ولا الاسئلة الرئيسية ولا الاسئلة المفتوحة ولا جميع ما ذكر؟ الاسئلة الاستهلالية اللي احنا من تهيئة المناخ، يعني نقول اخبارك اشغلك تأمن ايه يبقى دول نسميها اسئلتي، الاسئلة الاستهلالية. الإجابة الصحيحة الأسئلة الاستهلالية، هي الأسئلة التي تهدف إلى تهيئة مناخ الحوار. بعد كده السؤال رقم 5، الأسئلة المحايدة بقى، هل هي الأسئلة الموضوعية ولا الأسئلة التي توحي بالإجابة ولا الأسئلة التي تهدف إلى تهيئة المناخ للمناقشة ولا لا شيء مما ذكر؟ الأسئلة المحايدة هي الأسئلة، هل هي الأسئلة الموضوعية ولا الأسئلة التي توحي بالإجابة ولا الأسئلة التي تهدف إلى تهيئة المناخ ولا لا شيء مما ذكر؟ شوف الناس اللي مجاوبش على التكليف مركزة معانا. لا، أحمد جاوب السؤال ده خطأ، وأعتقد صالح نفس الوضع. الأسئلة الموضوعية، ما هو أن السؤال المحايد هو سؤال موضوعي لا يوحي بإجابة معينة. السؤال الموضوع الإيحائي أو المحايد، أما السؤال الإيحائي إن أنا بأوحي بالإجابة، فلو قال لي الأسئلة الإيحائية يبقى يوحي بالإجابة، أما سؤال محايد يبقى لا، الأسئلة الموضوعية. السؤال الأخير من ضمن الكويز، القراءة الجهرية. طبعا يمكن السؤال ده لم يطرح، أنا لسه ما شرحتهوش، وكان ده ضمن معرض القراءة. ودي نقطة على فكرة يبدو ان انا نسيتها، معلش يا استاذ، في نقطة مهمة جدا جدا جدا، القراءة الجهرية والقراءة الصامتة. يبدو ان انا مشرحتهاش اصلا، ما قلتهاش حتى، ما ذكرتش في الشريحة الباوربوينت. القراءة الجهرية والقراءة الصامتة دي لازم نتكلم عليها في بداية المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أول أداة عشان نبقى خلصناها، القراءة، بص في نوعين من القراءة، في القراءة الجهرية في القراءة الصامتة. القراءة الجهرية أيهما أفضل؟ القراءة الأدبيات كلها بتقول إن القراءة الصامتة هي أفضل من القراءة الجهرية. إيه السبب في الكلام ده؟ لأنه القراءة الصامتة المخ بيركز فقط لا غير مع العين، أما القراءة الجهرية المخ بيركز مع حركة اللسان، لأن بقعد أتكلم بصوت عالي، وبيركز مع العين، فتوزيع الخلايا الخلايا الذهنية بيتوزع على خاصيتين بالضبط زي ما أحمد قال. لكن هنا إيه في القراءة الصامتة هي أكثر. طب في ناس كتير تقول والله طب انا بحب اقرا بصوت عالي واركز، صحيح، بس لان ده حصل لك حاله من التعود، احنا تعودنا، زي اللي يقول لك انا بتعود اذاكر على السرير، هو خطا لكن هو تعود.
لكن القراءة الصامتة هي القراءة الأفضل والأكثر تركيزا لعدة أسباب، علشان المعدل بيكون أسرع في القراءة، عشان التركيز بيكون أعلى، علشان حتى لا يتم إزعاج الأطراف الآخرين المحيطين بيا في بيئة الأسرة أو في بيئة العمل إلى آخره. فده بس بالنسبة لطبيعة عملية القراءة الجهرية والقراءة الصامتة. واضح كده؟ كان في حضراتكم بقى عايزين تسألوا مجموعة من الأسئلة، هخصص لحضراتكم بقى الوقت المتبقي لأسئلتكم واستفساراتكم وطروحاتكم إلى آخره. اتفضلي يا إيمان، ما ركزتش في السؤال، معلش سيبني. العوامل اللي بتتحكم في عملية استخدام وسيلة الاتصال، ده اللي هو الجزء من ده سؤال من ضمن الأسئلة التي طرحت في بداية المقرر، اللي هي خصائص الجمهور، سمات تكلفة الوسيلة، المميزات الموجودة في الوسيلة، مدى توفر رجع الصدى فيها. فدي دي ال خصائصها، يعني سماتها، يعني معنى ايه؟ لما نيجي نتكلم مثلا قدرتها على، يعني النهارده مثلا نتكلم عن الانترنت، خصائص الانترنت ايه؟ القدره ان اعرض رساله صوتيه واعرضه مكتوبه واعرضه فيديو، فخصائص الوسيله. وفي سؤال طرح كان كتب خاطئا وعدل وقت الاختبار، فده كان في سؤال طرح حضراتكم تقريبا طرحتوه في المنتدى حاجه زي كده. فكان الخيار كان مفترض جميع ما ذكر تقريبا في الاجابه الصحيحه. فبس ما تركزوش في السؤال ده، يعني لانه كان في خطأ في الصيغة بتاعته. استفسار اخر يا أستاذة؟ احنا عايزين يعني بإذن الله تعالى في المحاضرة الأخيرة بإذن الله، او في بعد ما نخلص المقرر، هطرح لحضراتكم المايك اللي عايز يتكلم، بحيث ان احنا ايه نوفر وقت بسرعه، اللي عايز يطرح يتكلم بسرعه يبين في الاجابات تبقى سريعه. الخطوه الاولى مهاره السؤال، خطوه الاستعداد، مرحله الاستعداد معايا، اللي هي ايه؟ هجيبها لحضرتك تاني مره تانية عشان تشوفها على الشرايح قدامك، اللي هي الخطوة الأولى خطوة الاستعداد. ما هو خلي بالك يا إيمان، اللي أنا طرحه في الشرايح هي الموجودة في المذكرة، هي الموجودة في المحاضرة اللقاء الحي، بس أنا في المحاضرة أو في اللقاء الحي عشان الوقت مختصر والوقت بسيط، فأنا يعني بختصر بقدر الإمكان يعني. خطوات تنمية السؤال ولا تقصيد القراءة؟ بالنسبة للمحاضرة أنا حصل إن أنا رحت فعلا للعمادة بنفسي، وعشان أبحث على لقاءات بديلة، فكان في مواعيد يوم الثلاثاء ويوم الاثنين الميعادين المتاحين عندي، وللأسف المحاضرات الموجودة الأوقات المتاحة بتتعارض مع أوقات محاضراتي في الكلية عندنا. أنا عارف والله، ده اللي حصل عندي دروب في المواعيد، أنا كنت عايز مواعيد مبكرا شوية مثلا بعد الـ متأخر الساعة 9 أو الساعة 10، في دكاترة تانيين عندهم محاضرات. طب الساعة 4، للأسف الساعة 4 كان الحاجات دي كلها محجوزة وخلصانة. هو بص يا أحمد، في بالنسبة في خطوة الاستعداد فيها ثلاث عناصر فرعية، أحدد الهدف، أحدد الشخص المسؤول، أفكر في صياغة السؤال. دي تمر في خطوة الاستعداد، يعني خطوة الاستعداد الاستراتيجية الأولى ضمنها مجموعة من العناصر الفرعية.
اللي هي الهدف والشخص والتفكير في صياغة السؤال، دي في المرحلة الأولى. يعني في خطوة الاستعداد مش حاجة واحدة، لا، هي مجموعة من العناصر الفرعية ضمن خطوة الاستعداد. سؤال آخر يا أستاذة. خطوات تنمية مهارة القراءة اللي أنا قلت إن إيه، أجيب لك الشريحة قدامي التانية أهي، آخر شريحة، آخر شريحة قدامك. أقرأ الفهرس، أبدأ أقرأ الموضوع بيتكلم عن إيه، أحدد، مش شرط إن أقرأ كل فقرة في الكتاب، أقرأ الكتاب نص قراءة كاملة. بعد كده لما أجي أحدد الأفكار بتاعت الخاصة بالنقاط الهامة، وبعد كده أبدأ أحدد إن أنا إيه، أبدأ أحدد العناصر اللي أنا مفترض إن أنا إيه أحددها في العناصر الهامة دي، وبعد كده أعيد قراءتها مرة أخرى. معايا سادة، أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.